السلام عليكم يا جماعة الخير. كثير 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 من الأسئلة تتمحور حول التين، حول سبب واحد: ليش ما قاعد ينضج عندنا الثمار؟ ليش يصير سفنجي؟ ليش يطيح؟ ليش كذا؟ في عندنا بوست كامل يا جماعة الخير تكلمنا فيه عن التين، ولكن هذا الشيء أنا بسويه سريع الآن، بقول لكم كتجربة، خلاصة تجربتي أنا إن التين ما ينشف وما يطيح بنسبة كبيرة، يعني واحدة ثنتين لو طاحوا ما في مشكلة، تمام؟ بس الباقي لا، تكون عنده نضج، عنده حجم، عنده كذا، عنده كذا. بشكل سريع يا جماعة الخير، اللي اكتشفته أنا من بعد التجارب ومن بعد كل شيء، إن أهم سببين لتساقط الثمار ويصير سفنجي ويصيده جفاف من الداخل شايتين: التزاحم الورقي على الثمار، الورق تستهلك كمية كبيرة من الماء في مقابل الثمر ما ياخذ الماء الكافي. الشغلة الثانية ان اكتشفت ان سماد الدود وسماد الخيل لما تخلطهم مع بعض تعطيهم اياه مرة واحدة، لما اجي تقلم في شهر 11، لما اجي تقلم تقليم جائر من بعد السنة الثالثة في شهر 11 تقلم، تعطيها خليط سماد الدود وسماد الخيل. سماد الدود هذا ليل الأحماض الأمينية وشغلات وكذا، وسماد الخيل علشان تكون في نسبة البوتاسيوم عالية اللي تحتاجها الثمر. هذا اللي أنا وجدته في هذا الموضوع ولما حاولت أشيكه. طيب، يجف من أسباب هذين السببين الرئيسيين اللي أنا اكتشفتهم. طبعا في أسباب ثانية اللي هو منها عدم التلقح وعدم كذا وإصابات الأمراض وكذا، نتكلم عن الشتلة إذا كان ما فيها ولا شيء بس الثمر ما ينضج، معناتها أن النبتة قاعدة تحتاج إلى سوائل أكثر. ليش؟ لأن السوائل الأكثر تأكلها الورق وما تعتني. إحنا قلنا في بوست سابق أن التين أم غير صالحة، باد مام، زين؟ فنحتاج أنك تعطيها كمية بزيادة ماي، بالإضافة إلى التسميد اللي قلنا ليه: سماد الدود اخلطها مع سماد الخيل متحلل وديو في شهر 11 يوم اللي تقلم، عطها تسميدة واحدة ما محتاج أكثر، وتمشي وياها عن طريقة الري. طبعا يتحكم في حجم الثمار، تكلمنا سابقا، يتحكم في حجم الثمار وسرعة نضج الثمار مالت التين. الرطوبة 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 الرطوبة، يحتاج إلى رطوبة عالية جدا جدا علشان ينضج. فأنت إذا مو داخل محمية ومو الجو رطب عندك، أو الجو مو رطب نفس اليوم جاف وهواء وكذا، فتحتاج أن أنت شو تسوي بين فترة والثانية؟ تجي ترشه بماي حتى تتكون عنده نوع من الرطوبة على الورق وكذا. هذين السببين الرئيسيين يا جماعة الخير اللي يخلون الثمار التين توصل إلى حالة من الجفاف والإسفنجية وتسقط. عطها ماي بشكل يكفي احتياجاتها الورقية، وابعد عنها الأسمدة النيتروجينية، وخلك على تسميدة واحدة في السنة، سماد دود وسماد خيل، وإن شاء الله هذه أنا اللي جربتها وأنا سويتها عندي، وهذه اللي نجحت من بعد تجارب خاسرة كثيرة، زين؟ وبس، والله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لكم.